متلازمة آلام الظهر هي الأكثر شيوعاً لدى الناس، ويعاني منها كثير من الناس من كافة الأعمار وحتى من الجنسين ذكر والأنثى. لديها علاجات دوائية جراحية، ومنها العلاج الطبيعي اللي راح نتحدث اليوم عليه في الطب التكميلي مع السيد مضحي الحاج، أخصائي العلاج الطبيعي. يعطيك العافية. أهلاً وسهلاً يا أهلاً. سيد مضحي، خلينا نتحدث بداية عن العلاج الطبيعي وكيفية استخدامه لعلاج آلام الظهر وتحديداً الدسم. العلاج الطبيعي هو أحد الوسائل الطبية العلاجية المتعارف عليها، والتي تطورت حديثاً بالعقدين الأخيرين من حيث طرق العلاج ومن حيث الأدوات المستخدمة بالمعالجة. بموضوع آلام الظهر تحديداً الذي يصيب نسبة كبيرة من الناس وفئة كبيرة، والتي تتوافق مع نوعية الحياة اللي صارت حديثاً، اللي هي حياة الشاشات أنا بسميها، بين الموبايل وبين الكمبيوتر. يعني إيش الأسباب نحكي بما أنك طريقة الجلوس وعدم استخدام الظهر بالطريقة الصحيحة. ففي عنا مبدئياً قبل ما نبدأ بالعلاج، المعالج الطبيعي يقوم، المتخصص يقوم بعملية التقييم التي بناء عليها يتم تطبيق طريقة المعالجة اللازمة. ممكن تكون ناتجة عن إصابات زي الرياضيين؟ ممكن أن تكون ناجمة عن إساءة استخدام للمفاصل، رياضة عنيفة، واحد زمان له ما عمل رياضة فجأة دخل على الرياضة بدأ يحمل الأوزان، ممكن تصير متلازمة الدسك اللي بتحدث عند كثير من الناس وبيشكوا منها، لكن أول ما بيخطر على البال هو اللجوء إلى الجراحة، إلا أنه رح نوصل للمشاهد أنه ممكن في حالات معينة تكون بسيطة وممكن علاجها بطريقة العلاج الطبيعي. تحدثنا أكثر دكتور. وسائل العلاج بعض الحالات قد يكون الحالة الجراحية هي الحل الوحيد، الحل الجراحي، وهذا يقدره الأخصائي العلاج الطبيعي المتمكن من شغله، أنه لما يشوف حالة هي بحاجة لتداخل جراحي لا يتدخل فيها، اللي بنسميهم ريد فلاجز، الإشارات الحمراء، ويرسلها إلى المختص بهذا العمل اللي هم جراحين العمود الفقري والأعصاب. المعالج الطبيعي له وسائله من المعالجة، كيفية الدخول بالعلاج، كيف يقيم الحالة، ثم يطبق التكنيك اللازم لهذه الحالة. طيب نشرح عن الحالة الموجودة. الحالة اللي عندنا هون شاب عمره 27 سنة حمل قنينة مي، وصار عنده ألم مفاجئ، والألم امتد إلى منطقة الإليا اليمنى. عمل كم جلسة، اليوم هو بوضع أفضل. العلاج اللي قدمناه علاج موبيلايزيشن اسمه، الضغط للفقرات وتحريك لجذر العمود الفقري وجذر العصب، ثم تحريك للعصب بنسميه نيورو دايناميك تكنيك، زائد أعطيناه تعليمات إيش يعمل وإيش ما يعمل، إنه توقف الانحناء، يوقف حمل الأوزان، وهو الآن في وضع أفضل بكثير. خلينا نشرح عن طريقة العلاج الطبيعي المستخدمة في حالات الديسك. إذا كان الديسك اللي بنسميه كونتيند، يعني ما حصل عنده تمزق وطلعت المادة من مكانها كما هو في هذا النموذج، بخرج الديسك للخارج، بضغط شوي على العصب. إحنا بالمعالجة الطبيعية بنفتح المسافة هون وبنخلي هذا الديسك يرجع إلى مكانه. أما إذا طلع، إذا كان طلع وكان متمزق وضاغط على العصب بشكل كبير، وفي عنا علامات أخرى تمنع العلاج الطبيعي اللي هي ضعف العضلات، السلس البولي، المشاكل، التدهور بالحالة، هاي تعتبر حالة جراحية ولا نتدخل فيها. ممكن أنتوا تستخدموا العلاج الطبيعي إلى جانب العلاج الدوائي، مظبوط؟ أكيد، لأنه مرات لما بصير في ضغط هون بصير في التهاب بالمنطقة، فبضطر يأخذ مضادات التهاب وليس مضادات حيوية، يعني بالإنجليزي أنتي إنفلاماتوري مش أنتي بايوتيك، يعني مش مضاد حيوي. طيب خلينا بس نشرح للمشاهد عن التمارين ممكن يمارسها أخصائي العلاج الطبيعي لعلاج الديسك. مبدئيا في عنا شغلتين بعملهم، اللي هي الباسيف، العلاج المنفعل اللي أنا بقدمه، اللي هو تحريك الفقرات اليدوي حتى أخفف الضغط عن مكان الإصابة، والتمارين الأخرى اللي هي الفاعلة اللي المريض هو لازم يعملها بشكل متكرر ويومي حتى ننهي هاي الإصابة وما تتكرر. من التمارين المشهورة لهاي الإصابة اللي هو تمرين ماكنزي، أشهر واحد، اللي بيطلب المريض يحط إيديه بهالشكل ويرفع لفوق وينزل، وبنكرر له إحنا هاي الشغلة. لكن ممكن يكون مؤلم؟ بالبداية ممكن يكون مؤلم إلى بداية الألم، يبقى إلى بداية الألم، وبالتدريج بصير الألم يخف منه، وكل حالة لها عدد من التكرارات ممكن يعمله، بيبدأ بكل ساعتين 10 تكرارات، بعدين بتصير كل 3 ساعات، بعدين كل 4 ساعات، بعدين بتصير هي جزء من روتيني اليومي، يعملها مرة واحدة أو مرتين حتى ما تتكرر عنده الإصابة. بالعادة كم تكون مدة العلاج الطبيعي لمريض الديسك؟ حسب مقدار استجابته، يعني كل ما كانت الاستجابة أسرع بيكون الفترة الزمنية أقل،
وكلما كان المريض متعاون بالالتزام بالتعليمات والتمارين والابتعاد عن المسببات لوجع الظهر يشفى أسرع. أما إذا لم يبتعد عن هذه الأشياء الإصابة ستتكرر والعلاج سيكون تأثيره مؤقتا. طيب خلينا نتحدث عن طرق الوقاية من الإصابة بالديسك. أهم شيء بطرق الوقاية من إصابة بالديسك، أولا القوام السليم، عدم الانحناء للأمام فترات طويلة، الجلوس على كنبايات غاطسة وطرية، حمل الأوزان، تيجي أنت ماشي وإجت على البيت زوجتك بالله عملنا قنينة هالمي مسكها وعبطها هيك مال فيها، ممكن يتأثر. أو سيدة فوق 50 أول مرة بدها تعمل رياضة، راحت على هالجيم بلشت بها الأوزان، احمل نط اطلع، طبعا بدها تتأثر لأنه ما عندهاش الليونة واللياقة. هذا الدخول المفاجئ للجيم، الدخول المفاجئ للجيم، لازم تبدأ بالتدريج وتحت إشراف حتى توصل لمرحلة من اللياقة الجسدية وبعدين تنتقل لهذا الموضوع. الشغلة الأخرى اللي هي الجلوس المكتبي فترات طويلة، 5 ساعات أو 6 ساعات على نفس الجلوس، وخصوصا إذا جالس بشكل مائل وجانبي ينظر إلى الجانب، هذا كمان يؤذي الظهر. الناس اللي بيقعدوا على كنبايات مريحة جدا بالمساء، بيجي بتناول العشاء وبقعد على ريكلاينر أو على كنباية غاطسة، الفقرات بتفتح المسافات بينها، هاي الفقرات بتفتح من هون ومع الوقت بتصير تشد إلى أن يخرج الديسك من مكانه، فبيجي بعد مثلا 2 أو 3 شهور فجأة بقول لك جيت بدي أقوم ما قدرتش أقوم. هي مش الحركة هاي اللي صارت، هي التراكم اللي صار عنده هو اللي أدى إلى هذا العمل. ممكن قيادة السيارة لساعات طويلة؟ قيادة السيارة أيضا خصوصا للسائقين أحد الأسباب الرئيسية، لأنه عنا مش بس قيادة وجلوس متعب، الاسترس اللي بصاحب القيادة، أنت بتكون شوارعنا يعني فوضى بتكون، وانت بتكون شاد على حالك كتير، فبكون الجلوس خاطئ والسترس بيزيد المسألة سوءا. يعني الاسترس بيلعب دور في انه ينشأ آلام في الظهر تحديدا؟ لا، يحدث آلام الظهر يفاقمها، إذا كان في آلام ظهر يصبح أسوأ. بالنهاية ممكن تكون على أعصاب، فأنت فعليا صحيح بتوتر. صحيح، تفاقمت الحالة. هذا كلام صحيح. سيد مضحي، كل الشكر لك على ما أضفته من معلومات للمشاهد، ونتمنى السلامة للحالة المرضية الموجودة لدينا، ولنا لقاءات مقبلة بإذن الله. شكرا جزيلا ست آيات على هذا اللقاء، ونتمنى أن يكون المشاهدين استفادوا منه، ولما بدك تروح عند معالج تأكد أنه معالج دارس ومرخص.